ومن القاهرة أرحب بمراسل عربي أحمد حسين الذي ينضم لنا عبر الهاتف. أهلا بك أحمد. إذن مصر تنفي ما نشر بالأمس عن أن الجانب المصري غير بعض بنود صفقة التبادل الأخيرة والذي أدى بطبيعة الحال إلى تعطل هذه الصفقة. ماذا في التفاصيل الأخرى التي أتى عليها البيان المصري في هذا الشأن؟ نعم، بالفعل البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات قبل قليل، وهي هيئة رسمية تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية وتختص بالرد على الإعلام الأجنبي، نشرت بيانا وتعتبر جميع بيانات الهيئة تعبر عن الموقف الرسمي لمصر. كانت نشرت بيانا ردت فيه على مقال نشره موقع سي ان ان، ذكر فيه أن مصر كانت قد غيرت شروط صفقة التفاوض التي قدمتها لحماس، مما أدى إلى انهيار أو توقف المفاوضات. رغم أن المقال الذي أورده موقع CNN معظم التصريحات التي وردت فيها أو المعلومات التي وردت فيه كان قد أدلى بها مسؤولون رسميون إسرائيليون في وقت سابق، إلا أن البيان المصري الذي جاء اليوم حمل العديد من النقاط، وفيه أيضا ما يعد ردا على تصريحات وزير الخارجية أنتوني بلينكين التي ذكرها في لجنة الاستماع حول معبر رفح. بداية، مصر نفت في البيان الادعاءات التي ذكرها المقال المنشور في موقع CNN، وقالت إن هذه الادعاءات تأتي في سياق المهاجمة المنظمة للوسيطين الرئيسيين وهي مصر وقطر، واللتان تبذلان جهودا مكثفة منذ بداية هذه الأزمة في شروط التفاوض. البيان أيضا ذكر أن الوساطة المصرية جاءت بعد إلحاح وطلبات متكررة من الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي لمصر حتى تقوم بدور فاعل في الوساطة. الجديد أيضا أن هذا البيان أوضح أن مصر ترفض التعاطي مع اقتحام واحتلال القوات الإسرائيلية لمعبر رفح وترفض تشغيله من الجانب المصري إلا بوجود أطراف فلسطينية على الجانب الآخر، لأن أي تعامل مصري مع الجانب الإسرائيلي هو اعتراف بشرعية احتلال إسرائيل لهذا المعبر. ربما هذا هو البيان الأول أو المرة الأولى التي تصرح فيها مصر رسميا بموقفها من التعامل مع القوات الإسرائيلية على الجانب الآخر من معبر رفح. الجزء الآخر الذي جاء في البيان فيه تحذير من مصر لأنها قد تنسحب بشكل كامل من هذه الوساطة إذا ما تكررت هذه الهجوم التي وصفت في البيان بالهجمات المنظمة لدور مصر في هذه الوساطة. رئيس الهيئة قال إن محاولات التشكيك والإساءة للجهود التي يقوم بها الوسطاء هي في النهاية ستؤدي إلى مزيد من تعقيد الأوضاع في قطاع غزة والمنطقة بشكل كامل. أشكرك جزيل الشكر مراسل عربي أحمد حسين، حدثتنا من القاهرة.